تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بالتواصل مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم الصحية، التقت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فايقة بنت سعيد الصالح بعدد من أهل منطقة الحورة والقضيبية بحضور عدد من كبار المسؤولين في وزارة الصحة بناء على دعوة موجهة من سعادة النائب عادل العسومي، وذلك لتدارس أهم الاحتياجات الصحية بما يصب في مصلحة وخدمة المجتمع. وعبرت وزيرة الصحة عن سعادتها بهذا اللقاء الذي يؤكد الشراكة المجتمعية في الجانب الصحي بما يصب في مصلحة المجتمع البحريني، مثمنة جهود سعادة النائب الملموسة في رصد احتياجات المواطنين ومتابعة كل ما يتعلق بكفاءة مستوى الخدمات الصحية التي تقدم إليهم والوقوف على متطلبات الأهالي من الخدمات الصحية في منطقة الحورة والقضيبية، مؤكدة أن حرص وتوجيهات سمو رئيس الوزراء حفظه الله للوزراء والمسؤولين في الدولة للتواصل مع المواطنين وتلبية تطلعاتهم وتوفير كافة احتياجاتهم الخدمية، لافتة إلى أن وزارة الصحة تسعى بكل جهدها لتوفير توجيهات سمو رئيس الوزراء من خلال توفير كل الخدمات الصحية كواجب عليها باعتبارها وزارة خدماتية. وأكدت أن هذا اللقاء مع أهالي منطقة الحورة والقضيبية يهدف إلى تقديم مستجدات خطة ومشاريع وزارة الصحة والتركيز على مركزي الحورة وابن سيناء الصحي، وهي إنجازات تفتخر بها مملكة البحرين، وكذلك الاستماع إلى ملاحظات ومتطلبات الأهالي والسعي نحو تنفيذها بحسب الإمكانات المتاحة. كما قامت سعادة الوزيرة بزيارة تفقدية إلى مركز ابن سيناء الصحي لتفقد الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين من المرضى والسعي لتطويرها، كما تقدم عدد من أهالي منطقة الحورة والقضيبية تقدموا بعدد من الملاحظات والمقترحات إلى سعادة الوزيرة المتعلقة بتحسين الخدمات الحالية. من جانبها أكدت سعادة الوزيرة أن كل الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار وسوف يتم دراستها والتواصل مع النائب وأهالي المنطقة بشأنها. اليوم تشرفنا بزيارة أهالي منطقة الحورة والقضيبية، وجاء هذا اللقاء بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء بزيارة هذه المنطقة للاطلاع على الخدمات الصحية التي تقدم لهم والاستماع إلى ملاحظاتهم. والحمد لله كان يعني هناك انطباع جيد من قبل الأهالي، تعرفنا على أهم الملاحظات، وعندنا احنا طبعا في وزارة في مركز الحورة هناك توسعة في هذا المركز، وإن شاء الله بيكون هناك الافتتاح القريب وحققنا إن شاء الله تطلعات هذه المنطقة من الخدمات اللي راح يكون مركز متكامل في هذه المنطقة.